خبر حصري تحدثنا عنه لسنا ليس بعد خبر لأنه ولكن أنت من المقربين جدا نعرف ذلك جيدا ولكن لما تحدث أن الجزائر الكرة. من عالم الكرة من عالم الكرة حتى لا أقول أشياء أخرى الجزائر لن تنظم كأس أمم إفريقيا 2017 رغم أن السلطات تمني الكثير من باش تنظم هذه وأنت تعرف جيدا أنه وزير الرياضة محمد تهمي يقول لك أنه عدنا ملف أقوى بكثير من الملفات الأخرى رغم فشلنا ما خديناش 2019 ترشحنا 2019 21 لا طبعا ما خديناهاش عادي جدا انه ما تخلص 2017 سي لوجيك ليش انت ترشحت ل 2019 و 2021 وما خديناهاش ليش ما قمناش القيامه والان حبينا لانه في بعض التصريحات تاع السلطات العموميه كانوا يقولوا ماناش حاضرين نزيد لك حاجه واحده طلب من الجزائر ان تنقذ الكاف وتنظم 2015 رفضت طبعا لسنا جاهزين كيف لسه جاهز؟ علاش غينيا الاستوائية جاهزة؟ ما عندك ولا ملعب ياك الجزائر كنتوا تقولوا بأن احنا 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 أم إفريقيا وتسلكتوا كاع ديون تاع أفريقيا لا؟ ما تقدرش تسلك الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم أنقذت دول إفريقية صح؟ أنقذ الكونفدرالية تعرف شحال تكلف تنظيم كأس إفريقيا؟ 50 مليون دولار 50 مليون دولار الناس داوها رشوة 50 مليون دولار في الجزائر ما تقدرش 50 مليون دولار تكلف تنظيم كأس أمم إفريقيا للجزائر وفي الجزائر بالمنظومة اللي كاين حنا دي سبونسور يقدروا نعيط لهم بالواحد في 10 أعطيني 10 5 مليون 5 مليون 5 مليون ولا فلس يخرج من الدولة لكن تعرف أنت تنظم كأس إفريقيا المشكلة لا عندك قراءاتك أخرى قراءاتك أنا عارف المشكلة هو أنه لأنه ما عندكش لحد الآن ماشي قلتوا لنا بلي نقدروا ننظموا قلتوا لنا نقدروا ننظموا دوكوب دي موند فهمونا بعد 3 سنوات ولا 4 سنوات لا لا ما قالوا لناش بعد 3 سنوات قالت الجزائر قادرة تنظم 2 تاع كوب دي موند ما قالوا لنا لا 2030 لا 2010 قالوا لنا تقدر تنظم دو كوب دي موند احنا حبينا غير كوب دافريك ماشي دو كوب دي موند في 90 نظمنا كاس افريقيا اخويا غينيا الاستوائية عندها امكانيات اكثر منا ما عندها ما اعتقدش بانه عندها غينيا الاستوائية راح يجيبوا لها الغازون لا فيتا على كوب دافريك يجيبوه لها من اسبانيا كل شيء غينيا الاستوائية كل شيء راح يجيبوه لها الناس من برا ما عندهمش فنادق باش الناس يسكنوا ما عندهم اوكي احنا كذلك ما عندناش فنادق تعتقد انه ستكون كارثه بالنسبه للرياضه الجزائريه انا بالنسبه لي اذا لم نحتضن كاس انا بالنسبه لي ليست كارثه ونعرف الوضع تاع الرياضه الجزائريه والرياض والحياه والدنيا ليست كلام يا حبيبي مش بالكلام انا بالكلام احنا ونديروا لا بوليتيك دو برستيج